سألنا في فريق تدريبات النهارده الساعة 6:30 مساء على ملعب النادي استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة طبعا البرتغالي جوزي جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد خوض مباراة زد يوم الخميس اللي فات في مسابقة الدوري. وبيستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء اللي جاي، ده طبعا في إطار مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصري. قام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جوزي جوميز بتجهيز برنامج تأهيلي وبدني خاص باللاعبين هيتم البدء في تنفيذه في مران يوم الأحد. مجال مخطط الأحمال جهز البرنامج بناء على تكليف من جوميز علشان يتم تجهيز اللاعبين خصوصا بعد العودة من راحة ال 48 ساعة. وبيسعى الجهاز الفني لعلاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة. قرر الجهاز الطبي للفريق الأول بقيادة طبعا الدكتور محمد أسامة وضع برنامج علاجي وتأهيلي خاص بالثنائي حمزة المسلوسي عمر جابر لاعبة الفريق بسبب الإصابات اللي بيعانوا منها. حمزة المسلوسي بيعاني من إصابة في بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرضوا ليها خلال مباراة زد الأخيرة في الدوري. وبدأ الثنائي في أداء البرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل تجهيزهم طبعا للفترة المقبلة. لسه مكملين عند الدكتور محمد أسامة، وكان حريص طبعا ان هو يطمئن على حالة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق واللي تعرض طبعا لحادث سير امبارح. وفكر حضراتكم ان مصطفى شلبي كان تعرض لحادث سير امبارح، وقام الدكتور محمد أسامة بالتواصل معاه وتم الاطمئنان عليه حيث انه لم يتعرض الحمد لله لاي إصابة او لاي أذى. لسه مكملين معاكم من اخبار نادينا الزمالك. ويتجه الجهاز الفني للفريق بقياده جوزي جوميز لمنح اللاعبين راحه او اللاعبين الاساسيين راحه لحد نهايه الدوري، الاتجاه ان الجهاز الفني هيعتمد على اللاعبين اللي مش بيشاركوا بصوره اساسيه في المباريات المقبله بجانب مجموعه من اللاعبين الشباب اللي تم تصعيدهم في الفتره الاخيره. طبعا احنا عارفين ان الجهاز الفني بيترقب قرار مجلس إدارة النادي بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر من عدمه. نختم الأخبار من عند أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، وهو اللي قال أن النادي تلقى خلال الوقت اللي فات عرض من نادي نيوم السعودي لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. وأضاف أن الإدارة لم تقرر حتى الآن بيع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكان من المنتظر عقد جلسة مع اللاعب ووالده بعد الأولمبياد لمناقشة ملف تجديد عقد زيزو. وأكد المتحدث الرسمي أن مجلس الإدارة في مفاوضات مع نادي نيوم، ولكن لا يوجد قرار رسمي ببيع زيزو في الفترة الحالية. كمان أوضح أن نادي أن الزمالك قدم عرضه الأخير لعواد حارس مرمى الفريق لتجديد عقده وبينتظر رد اللاعب.